الآن. تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المنطقة الاستثمارية ببنها، يرافقه المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، واستمع لشرح حول المنطقة وعملها. ومن المستهدف إنشاء 177 وحدة صناعية بالمنطقة، وتوفر هذه الوحدات ما يزيد على 10,000 فرصة عمل لشباب المحافظة، وتنهي المحافظة كافة تراخيص التشغيل والمرافق تيسيرا على المستثمرين. وأكد مدبولي اهتمام الحكومة في هذه المرحلة بتوجيه استثمارات غير مسبوقة لتحسين الخدمات المقدمة لسكان القرى خاصة الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه سيتم ترجمة ذلك في موازنة العام المالي المقبل. شارك صاحب النيافة الحبران الجليلان الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأنبا داود أسقف المنصورة في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الدقهلية بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وعدد من مسؤولي المحافظة الحاليين والسابقين وأعضاء مجلس النواب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بعد إعادة تطويرها وتجديدها. وألقى محافظ الدقهلية كلمة رحب فيها بضيوف المحافظة، ووجه خلالها التحية للقوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة المصرية لما يبذلونه من جهود مضنية في حماية أمن الوطن والمواطنين. وكرم محافظ الدقهلية خلال الحفل عددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة تقديرا لجهودهم المتميزة. شارك سامح شكري وزير الخارجية في مائدة مستديرة مساء أمس ضمت رؤساء شركات مجموعة أجورا التي تضم في عضويتها عدداً من كبرى الشركات العالمية والصناديق الاستثمارية الدولية، وذلك في إطار زيارته الحالية لمدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في الدورة 56 لمؤتمر ميونخ للأمن. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير سامح شكري استعرض خلال كلمته الجهود التي قامت بها مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي العام الماضي، والاهتمام الذي أولته للربط الضروري بين التنمية المستدامة والسلام. وأضاف حافظ أن وزير الخارجية تناول كذلك التحديات الأمنية والسياسية على الساحتين الدولية والإقليمية، لا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا وليبيا. كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي عن اعتقال 3 إرهابيين في محافظتي الأنبار وكركوك الواقعتين في شمال وغرب البلاد. وأفادت الخلية العراقية في بيان لها بأن قوات مكافحة الإرهاب شنت عمليات لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في مناطق البغدادي أسفرت عن اعتقال 3 إرهابيين. وكانت الشرطة العراقية قد أعلنت أمس السبت عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين في محافظة ميسان الواقعة بالقرب من الحدود الإيرانية شرق البلاد. يواجه فريق وادي دجلة نظيره FC مصر في 12:00 اليوم ضمن منافسات الجولة 16 في بطولة كأس مصر لكرة القدم، ويدخل فريق وادي دجلة مباراة اليوم محتلاً المركز 17 برصيد 14 نقطة، فيما يدخل فريق FC مصر المباراة محتلاً المركز 18 برصيد 11 نقطة.